السلام عليكم. صح صح وصحح، أمين عثمان ما كانش خاين أبدا. طول الوقت الكلام عن أمين عثمان وزير المالية المصري في حكومة الوافد من 4 فبراير 42 ل 8 أكتوبر 44 رئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية أنه كان خاين، وحسين توفيق قتله، وأنور السادات شارك في الاغتيال. صحيح خد براءة، لكن أساسا أنور السادات في مذكراته قايل أنه شارك، وأساسا المصريين تعاملوا مع اغتيال أمين عثمان باعتباره عمل وطني عظيم. ده السيدة جيهان السادات، السيدة الرائعة العظيمة في شبابها وفي صباها، حبت أنور السادات من غير ما تشوفه ولا تعرفه لسه، كانتش عرفته ولا شافته ولا قعدت معاه في السويس لما رجع أو هرب أو خرج من السجن. حبته لأنه كان البطل الأسمر، كان بتقدم كده في الصحافة على أنه بطل وطني مغوار شارك في اغتيال أمين عثمان. لأن أمين عثمان يا جماعة قال أنه مصر وإنجلترا في زواج كاثوليكي لا طلاق فيه أبدا. مش دي المقولة تسمعها طول الوقت؟ صح، هو قال كده. تعال بقى نقول هو قال ده إزاي وكمله بإيه وإمتى وليه قتلوه. أولا هو قال الكلام ده إمتى؟ قال الكلام ده سنة 42. طب اختلوه إمتى؟ سنة 46. يعني 4 سنين قاعدين تفكروا في الجملة دي ومولعاكوا قوي ومضايقاكوا قوي، قعدتوا 4 سنين على ما تتضايقوا منها. يعني أنا أفهم لو هو بيخطب الخطبة دي وقال إن مصر وإنجلترا في علاقة زواج كاثوليكي لا طلاق فيه، فأنا ولع نار، أنا بقى أنا الوطني بقى اللي ولع نار، فاستناه بره على الباب أو تاني يوم روح أقتله. أو ما هو ده اللي بقى الوطنية بقى، راجل قال الكلام ده قعد 4 سنين. 4 سنين على فكرة، وقت ما قال الكلام ده كان حسين توفيق قاتله عمره 12 سنة تقريبا برضه أو 16 سنة. بالمناسبة اللي قتلوا أمين عثمان مجموعة بيقولوا على نفسهم يعني منضلين، وهو أنا رأيي أنه ده مش حقيقي، هما يعني كانوا إرهابيين بكل المعايير، يعني كان مسمينهم مجموعة الطلبة لأنه كان فيهم طلبة في ثانوي وطلبة في إعدادي، وعايز أقول لك المفاجأة، وطلبة في ابتدائي. دي الجمعية اللي قتلت والجماعة اللي طبعا بيدربهم محمد أنور السادات، ده موضوع تاني وبيدرب بعضهم يعني. طيب أمين عثمان قال الجملة دي سنة 42، قتلوه سنة 46، فده يقولك أن الموضوع يعني محض وهم وأنه قصة تانية قال. لكن السؤال هو قال الجملة دي؟ أيوة قال الجملة دي. طب ما تيجي نكمل الخطبة بتاعته. يعني هو قال أنه مصر وإنجلترا في زواج كاثوليكي لا طلاق منه، مش دي الخطبة اللي قال فيها الكلام؟ طب ما نكمل السطر التاني. ما الخطبة دي منشورة على فكرة، يعني لا كان اتسجلت في الإذاعة ولا موجودة في تلفزيون، طبعا ما كانش في تلفزيون ولا موجودة في سينما لأنه ما راحش حد عمل معاه فيلم، إنها موجودة في الصحف اللي نشرت البيان ده، الخطبة دي أو الخطبة دي. قال هذه المقولة: مصر وإنجلترا في زواج كاثوليكي لا طلاق منه، ولو خيرت بين مصر وإنجلترا لاخترت مصر وطني وبلدي. يا نهار اسود، يعني بوضوح الكلام، بوضوح. هو بقى كان رئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية، وكان رأيه أنه بريطانيا مش هتخرج بثورة، دي هتخرج بالسياسة وبالمفاوضات. وجهة نظر يجوز أنها وجهة نظر تضايقك، تنرفزني، تضايقني وقتها لو أنا موجود أبقى غضب عليه ماشي، إنما أنك أنت أخون مصري وأقول عليه خائن وكمان أبيح دمه وأقتله. طبعا الفكرة كلها إنه الوقت ده الوافد مصطفى النحاس بيبني علاقة طيبة مع الإنجليز، الوسيط بينهم هو أمين عثمان، الراجل المتزوج بالإنجليزية، اللي ثقافته إنجليزية، اللي مرتبط بعلاقات قوية مع الإنجليز. فالملك فاروق قرر اغتيال أمين عثمان عشان يموت الوسيط اللي بين الوافد والإنجليز بس، والحرس الحديدي اللي هو اللي كان عامله الملك هو المتورط في اغتيال أمين عثمان. لا وطنية ولا يحزنون، والصحافة الموالية للملك فاروق هي اللي حيت وعظمت في قتلة أمين عثمان، وهي اللي لوست سمعة أمين عثمان، وهي اللي أباحت فكرة قتل مصري بعد اتهامه بالخيانة. وده اللي خلانا في فيلم بيتنا رجل إبراهيم باشا شكري عمر الشريف لما يقتله نبقى احنا مبسوطين بعمر الشريف أو فرحانين بيه، رغم أنه المفروض أنه لا يملك أي مصري حق ولا حتى فكرة تخوين مصري آخر، ما بالك بقتله. فأمين عثمان لم يكن خائنا، وكان قتله إرهابا وغدرا. خليك فاكر الحكاية دي، اوعى عمر الشريف
يفهمك ان امين عثمان كان خاين، صدق الحقيقة ما صدقش عمر الشريف.